هسا خلينا عصب، هذا اذا ما عصب الباتشا ما تسوى. لا بنعجد نحن بالباتشا، بنعجد يعني اختصاصنا باتشا، اختصاصنا باتشا. يعني هسه يجون الناس من بغداد، من الخارج، خارج الموصل، من كركوك، العصب اساسي يصير، هذا العصب اساسي بالباتشا. اللحم ينكب بالبيت بس العصب ما ينطبخ بالبيت. يعني شويه غاد وقت تنظيف، خاصه عندنا احنا بدينا ننظف نتعب عليها من الصبح، نجي واحنا نتسوق عليه نتسوق ونتعب ونجيبه. ان شاء الله نحبه يعني، يعني هي اما عن جد تراثي واكله طيبه مرغوبه عند الناس، شيء اكيد طيبه بالشتاء يعني. هسه يجون جماعه خارج الموصل ما ذا يجي اذا ما يجون ياكلون باتشا يقولوا ما احنا ما نجي على الموصل. يعني مختصين بالباتشا الموصل يعني. الصبح اطلع اتسوق اجي اطبخها هون بيدي، ارجع انظفها عندي اخوتي يعاونوني يساعدوني اخوتي. هذا مرتبه، هذا بينه عصب وبينه بومبار وبينه لحم، كل شيء بينه مكونات الباتشا.